أراك على القمة، فقرتنا اللي حقيقة أنا أستمتع بها لأنه حديثنا يكون مع صديق الدكتور عبد القادر دهمان، أخصائي صحة نفسية وطاقة حيوية. دكتور صباح السعادة. صباح الفرح. شلون الأمور؟ بيرفكت. وين وصلنا؟ إيش راح نحكي اليوم؟ ممتاز، حنكمل. إحنا كنا بدأنا بلمحة بسيطة عن الأنف. نعم. ودائما ننبه محمد إنه لو القراءة الأولية ما صدقت معك مش لأني مش صادقة، لأنه ممكن أنا بعمل حركات مزيفة حتى أخفي سجيتي. إحنا اتفقنا إن في أكثر الناس في المجتمعات منخفضة الوعي بتلجأ إلى أن تتقمص شخصية غير شخصيتها. جميل. تمام. لكن كلما خالفت طبيعتك، ممكن تخالف طبيعتك فترة، لكنك تحت الضغط النفسي يا محمد تظهر الطبيعة الأصلية. المحلل بيقرأ الطبيعة الأصلية باقتصار، ما في يعني يتجاوز القناع. ما تعبر عليه هذا. ما تعبر عليه. إحنا اتفقنا محمد، تسمح لي. الحلقة الماضية. تكلمنا إنه اتساع الأنف تدل على إيش؟ على اعتماد على النفس. شخص يعني ممكن محمد نلخصها بأنه الأنف الواسعة شخص استقلالي معتمد على نفسه، قراراته من نفسه، يتخذ قراراته بناء على مرجعياته الداخلية، يحب أن يدير الأمور بطريقته الخاصة، يحب أن يقود فريق العمل. بالمناسبة في العمل يحب أن ينجز بمفرده، يعني يعطيه مهمة لوحده، يتضايق إن أعطيته مهمة مع فريق عمل إلا بشرط إن كان سيقود فريق العمل. لكن الأخ الذي أو الأخت التي دائما يضيق الأنف، لا يتسع، يضيق الأنف بالطريقة هذه، فهذا الشخص يشك في قراراته ويشك في أدائه الشخصي، فيحتاج إلى أن يدير العمل. إلى تدعيم. إلى تدعيم. برافو. طيب. عليك. تفضل دكتور. ممتاز. اشرح لنا. كما قلنا إن أصحاب الفم الضيق أو الأنف الضيق. نعم. هؤلاء يحبون أن يعملوا في جروب، في وركشوب، في تيم وورك. يشكون في اتخاذ القرار، ذلك يحبون أن يساندوا في قراراتهم في الأمور المصيرية من الآخرين. يحبوا أن يعملوا في مجموعة عمل، يحس بالأنس، يحس بالدعم النفسي، لأنه هنا ليس استقلالي كصاحب الأنف العريض، هنا ليس استقلالي، هو يحب أن يكون اعتمادي نوعا ما على الآخرين. ولذلك هؤلاء في المهام الإنسانية كما اتفقنا، تكلمنا المرة الماضية مع هنادي، أنهم في المهام الإنسانية ينجحون، يحبون أن يدعموا ويدعموا. نعم. على عكس هؤلاء أصحاب الأنف العريض، لا، القرار الذي ينبع من داخلي أنا أديره، أنا أحب أن أدير الأمور بطريقتي، أنا أحب أن أكون استقلالي. جميل. حتى لو شاورت، أنا ممكن أشاور 10-20 في شراء سيارة، في اتخاذ قرار يا محمد، لكن في النهاية قراري هو، قراري هو اللي حيمشي. طيب اليوم الشرع عبارة عن تحصيل حاصل. اليوم وين راح نحكي؟ اليوم حنحكي يا محمد في مسألة الأنوف، الأنف لما تنزل أو لما تكون معقوفة أو لما تكون مساعدة وداعمة أو لما تكون استقلالية أو إلى آخره، ولكن بشكل أعمق قليل. يعني سنتكلم في مسألة الإدارة والمساعدة والنفعية والمادية. جميل. بعد لحظات إذا تغير الصورة. نعم. ممتاز. طيب هنا أيضا مثال كما قلنا على ذلك، نفس المثال، إنه كلما اتسعت الأنف كلما دل على الاستقلالية، على اتخاذ القرار بتلقائيته. جميل. هو شخصيا على مرجعية داخلية. كلما ضاقت الأنف كلما دل على مرجعية. غير الصورة دكتور. ايوه غير الصور. غير الصور. غير الصور على مرجعيه خارجيه. هذه الصور كلها طبعا نفس الكلام، بس احنا قلنا في هذه كلما اتسع الانف اكثر يا محمد احذر من التعامل مع هذا، لانه سيكون اكثر عدوانيه، اكثر. طيب. استقلاليه، اكثر حزما، وقد يكون عنيف في اداره الامور او اداره فريق. وصلنا العمل. الى حلقه. ممتاز. اليوم حديث اليوم محمد حول الانف، نسميه الانف كما قلت لك قبل لحظات الميكافيلي، وهذا موجود عند بعض النساء في مناطق التي نحن فيها كما قلت لك. نعم. الأنف الميكافيلي يا محمد يكون معقوف من الأعلى قليلا، لاحظ هذه العقفة. نعم. معقوف من الأعلى قليلا، يعني ينزل كذا. هذا الأنف أنف إداري، يحب يدير الأمور، يحب يدير الآخرين. يحب أن يحسب المسائل بالمسطرة، بالورقة والقلم. دائما إذا دخل في التعامل مع الآخرين أو إذا تكلم مع الآخرين أو إذا احتك مع الناس، دائما يديرها بذكاء، بمسائل نفعية مادية. على عكس الأنف المقعر، هذا الشخص عادي، تلقائي جدا، عفوي، لا يحسب بالمسائل المادية هي الأساس، القيم الإنسانية عنده هي القيمة العليا. لكن أصحاب الأنف الميكافيلي يسموها أحيانا محمد الأنف الروماني. أصحاب الأنف الميكافيلي، أنا أتكلم عن هذه المنطقة لأنه بعد قليل حنتكلم عن هذه المنطقة. نعم. أنا أتكلم الآن أنه الأنف ينزل وفجأة يعقف قليلا. فهمني، زي السهم، زي الزاوية القائمة.
هؤلاء ناس ماديين يحسبوها وحتى هم تقريبا أكثرهم شطار في المسائل الحسابية والمنطقية المسائل الرقمية تحديدا. فلذلك هؤلاء أصحاب الأنف الميكافي اللي دائما نفعيين ماديين يحبون الإدارة يحبوا يقودوا الآخرين يحبوا يديروهم يحبوا يسيطروا عليهم، على عكس هؤلاء متعاونين تلقائيين القيم الإنسانية عندهم هي العليا. طيب دكتور، الآن لو اجتمع هذا الأنف العالي من هذه المنطقة نعم. مع وسع في المنخر، ممتاز، برافو عليك، دكتاتوري هذا، مش دكتاتوري، يكون استقلالي جدا وصعب التعامل معهم، برافو نعم. عليك. إذا اجتمع الأنف المكافي اللي مع اتساع فتحتي الأنف واو يكون شخص جدا جدا استقلالي. هذا الأنف الآن الجديد يا محمد، انظر هذا الأنف ماذا به؟ طويل، هذه أطول مسافة. لا 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 أتكلم عن هذا، هذا دقيق، هذا نازل مستقيم، هذا الأنف محدب، خلينا نقول محدب، وهذا الأنف ما له؟ مقعر. إذا كان الأنف يا محمد محدب فهذا الشخص أكثر ذكاء في التعامل مع الناس، يعني مش سهل أنك على طول تنطلي عليه الحيلة، على عكس الأنف المقعر يتعامل مع الآخرين بعفوية، يثق بالآخرين بعفوية، ممكن يدخل معاهم، ممكن يصدق كلامهم، ممكن ما يسأل عن إثباتات، ممكن أنا آسف ممكن سهل خداعه. الأنف الأفطس هذا هو سهل خداعه، ولذلك سهل تنطلي عليه الحيلة. المروجين والمسوقين وأصحاب الإعلانات ممكن يتخذون هؤلاء ضحايا، خاصة في المشاريع، في الماركتينج، في أمثالها. لكن هذا صاحب الأنف الذي بالطريقة هذه لا، صعب إنك تضحك عليه، هذا صعب، هذا أنف محلل، يسأل، يدقق، يبحث عن الإثباتات، يبحث عن المعلومات، يبحث عن التوضيحات، لذلك صعب إنك تضحك على صاحب الأنف هذا. وإذا يا محمد نزل الأنف أكثر، طرف الأنف إذا نزل نسميها الأنف الشكاك. طبعا هذا في التعامل الإنساني يا محمد، لو كان هذا زوج سيتعب الطرف الآخر لو كانت هكذا، يعني لو كانت هي من النوع هذا الذي يثق بسهولة، ينفق الأموال بسهولة، يعني مقوس وعالي من الأمام، برافو عليه. الأنف المقعر هذا الذي يرتفع أو إحنا نسميه باللغة العامية أفطس، وأنف أسفل هذا شكاك، محتفظ بالمال، لا يثق بالآخرين بسهولة، لا يصدق المعلومات بسهولة، يحتاج إلى إثباتات، إلى توكيدات، لا يدخل في العلاقات بسهولة، على عكس هذا يصدق أي شيء بسهولة، يثق في الآخرين بسهولة، ممكن يصدق أي كلام، ممكن ينفق المال، ممكن يدخل في مجموعات أو جماعات بسهولة. هذا لا، يحب أن يحتفظ بالمعلومة، يتأكد منها، يشكك في كل قرار جديد، يشكل في أي معلومة جديدة. هؤلاء لو اتفقوا مشكلة في الزواج. آخر أنف يا محمد سنأخذه اليوم وهو الأنف الذي يمتلئ من الأسفل، هذه تحت قصبة الأنف، هذه المنطقة تمتلئ، هذه المنطقة يا محمد تمتلئ، لاحظوا صاحبنا أينشتاين كلينتون، هذه ممتلئة، هذا إذا امتلأت يا محمد دل على شخص باختصار بالمعلومة فضولي، يحب معرفة الأخبار كلها، يحب يتطفل، يحب يعرف كل شيء. فلو كان مثلا بجوارك، ها إيش الأخبار؟ إيش سويت؟ إيش أخبار الزوجة؟ الأولاد كيف؟ تمام، إيش سويت في عملك؟ يحب يستنطقك في معرفة، ويحب أن يطلع على كل شيء حولك أو حول الأشياء التي أمام حقيقة حوله، دكتور سواء أخبار سياسية، أخبار اجتماعي. بس أكو تباين، يعني أينشتاين لما صار عنده فضول راح على نظرية النسبية، بس كلينتون راح على مونيكا ليونسكي، المهم هو فضولي. بس هذه قيمهم يا محمد. أنا أقصد أنه هذا الأنف الممتلئ أحيانا الناس يظنون أنه متطفل، لا، هو يحب الأخبار. أنت يا محمد لو كنت جالس في مثلا في مترو أو كذا وبتقرأ كتاب، صاحب الأنف هذا دون أن تشعر حيعمل كذا وحيتطفل على الكتاب، على عكس كثير من الناس لن يهتم بأمره. ممكن لو اثنين جالسين بيتكلموا في وبيتكلموا مع بعض، يمكن صوتهم على صاحب الأنف هذا، ممكن كما يقول المصريين يرمي ودانه ويسمع وكذا. لماذا؟ يحب أن يطلع، لا يحب أن تغيب عنه التفاصيل، يحب أن يجمع أخبار كثيرة. لو كان في زوج يا محمد بهذه الطريقة وزوج لا يمتلك هذا الأنف، لن يكفيها، ها حبيبي كيف إيش سويت في العمل؟ والله كان اليوم كويس، هذه المعلومة لن تفيدها أبدا. أعطيها تقرير وافي شامل كامل عن أهلك، عن عملك، عن كذا. فهؤلاء الأشخاص دائما كما قلنا يحبوا أن يلموا بالتفاصيل ويشتملوا على كل التفاصيل حتى يشعروا بالاتزان. هذه المنطقة يا محمد كما اتفقنا، المنطقة هذه اللي هي طرف الأنف إلى آخر المكان هذا يا محمد، هذه نسميها منطقة السمات التلقائية، يعني ردة الفعل التلقائية العفوية، لذلك هي صادقة أكثر مما تظن، ما في واحد يعني ينكرها.
إذا شفت صاحب الأنف الميكافي اللي عرف إن هذا الشخص مادي، صاحب مال، فلوس. يعني الموضوع مو بس موضوع لغة العيون، الآن صارت لغة الأنوف. هو كما قلنا الوجه كل يوم محمد، شكرا للشباب في الاستوديو، الوجه كل يوم محمد هو يقرأ منه السمات، وسنأتي بعدين إلى مناطق أخرى في الجسد، لكن بشكل عام يا محمد كن ذكي جدا. صاحب الأنف الذي في الأسفل لو كان مديري، هذا الشخص لن يكتفي بأن نعرض له عنوان في الموضوع أو البرنامج أو الصفقة أو المشروع، يحتاج إلى تفاصيل، إلى مشكك. على عكس صاحب حسيين يصيرون هذول الأنف الشكك. إيه؟ لا مو حسيين، أقرب إلى السمعيين. السمعي استنطاقي منطقي، يلعبها بالمسطرة والقلم. لكن الأشخاص الذين يرتفعون الأفطس هؤلاء حسيين. ممكن معلومة لو لعبت على وتر العاطفة معهم على طول تكسبه، تكسب وده. نفس الكلام في العلاقات الزوجية، صاحبة الأنف الأفطس قل لها قصيدة، أعطيها وردة، العب على وتر الأغنية، غني لها تصدقك. لكن صاحبة جيب وردة وشمعة انتهى الموضوع. لكن صاحبة الأنف الشكاك أو صاحبة الأنف الإداري ما ينطلي مع هذا الكلام. صاحبة الأنف الإداري تقول لك إيش قصدك بالكلام هذا؟ إيش سويت؟ إيش عاوز؟ والله وين رحت اليوم؟ مباشرة ستستنطقك. لذلك في العلاقة تكون حذر جدا مع الأنف. زين، وإذا كان الزوج الزوجة نفس الأنوف شلون؟ والله إذا كان من هذا النوع يعني العالي وكذا مشكلة، صح؟ يعني إذا كان تقصد الأنف القيادي، نعم طبعا حيكون في صدام كبير بينهم ما لم يجمعهم تفاهم مشترك أو ثقافة حوار مشترك أو عاطفة جياشة مشتركة. لأنه هو كما قلنا اتفقنا العلاقة بين اثنين لا بس أن يكون فيها شيء من الصدامية، هناك في حراك في العلاقة يا محمد. لكن الصدامية هذه إذا لم تكن هناك لها سقف من الحوار المشترك والثقافة المتنوعة من الحب والعاطفة الجياشة. طيب دكتور، يعني عفوا للمقاطعة الآن، يعني الناس شاهدنا، جميلة هي المعلومات، لكن هناك من يقول يعني مش راح تفيدني أنا هاي المعلومة. أكثر الناس يا محمد يتورطون قلنا في علاقات فاشلة لأنه لا يقرأ. مثلا صاحبة الأنف الشكك هذه، جاءتني أخت تعدت 33 سنة تقول لي إن خطبت 5 مرات كل الخمس الأشخاص يخونوني. قلت لها طبيعي يخونوك، أنت أنفك أنف شكك، بالله عليك أول ما تدخلي في العلاقة مش تجلسي تتبعي أخبارهم وتسألي عنهم، بل أسألك بالله هل أخذت موبايلاتهم لما رحت معهم كوفي شوب؟ تروح معهم كوفي شوب فيستأذنها يروح التواليت فتأخذ موبايله وتفتش فيه. طبعاً يا أخي كل إنسان له أسرار، له مساحة من الخصوصية. إذا فتشت موبايلك يستحيل يا محمد ألا أجد شيء يزعجني، مستحيل. لو فتشت رسائلك الخاصة مستحيل ألا أجد شيء يزعجني، في تعدي على الخصوصية. قلت لها أنا آسف، ما ترسليه للعالم يعود عليك بالمثل. هل أنت دخلت في ذبذبات الطاقة؟ أنت كل شخص تدخلين معه في علاقة يؤذيك لأنك رسلت له. إذا دكتور، يعني إحنا هذه الأشياء نتحدث بها مو من باب الرفاهية ولا من باب أنه والله هذا علم وجديد والله تحسين حياة وتحسين حياة، لا، هذا شيء مفروض يدخل بباب الفراسة، بباب أنه حتى الفطنة والفطنة والمؤمن كي يصفطن أكيد، وحتى لمن يعني يتقدم لبنت وأنت ولي أمرها ممكن أنه يعني تستعين بهذا الشيء. الشيء يا أخي في الأعمال لما أقبل أنا في الوظائف والإنترفيو، بدل ما أضيع وقتي وخمسة ستة أشخاص في لجنة التحكيم ولجنة المقابلة والإنترفيو، أنا ممكن ببساطة أجيب واحد متفرس وأطلب من الشخص أنه يتصور 3 صور واحدة أمامي. شنو هذا، وين ينفع؟ أيوه فين ينفع، مش فقط أقرأ سماته حتى أضعه في المكان المناسب. دكتور أنت الآن وديتنا بغير باب، عمي يجيب له واسطة وعشيرة الفلانية والسيد الفلاني وصديق الفلاني. أنا أشكرك دكتور عبد القادر الدهمان لأنك يعني نورتنا حقيقة. أنور أنت.